هذاك الأصالة والمعاصرة. ربما من سذاجتي وأنا رجل ساذج، خصكم ديروا هذه القضية فالكم، ماشي بليد، أنا ماشي بليد، أنا ماشي بليد، ولكن ساذج. شنو هي الساذج الفرنسية؟ نايف، جو سوي نايف، باتري نايف مي نايف كومين. أنا من سذاجتي هذاك السي وهبي اللي كان كيجي لعندي قلت له هذا ربما ماشي بحال هذاك الشيطان ديال إلياس هذا، أنت ولا لا إلى آخره. ف بون على كل حال أنا ملي كيجي عندي شي واحد كنستقبلو. أدخل السي الباهي وتهرب علينا ولا؟ أدخل الله يكون في العون، واخا الكلام ديال صاحبو عبد الإله ولكن عيا مع ذلك. ياك ما عيتيو حتى نتوما ايوا تصنتوا لي الاخوان انت دابا ما انت ما تجاوبش خليهم هما يجاوبوا انت معروف. فخص الاخوان يفهموا انه هذا السي وهبي بمعنى اخر دابا بكل صراحه ما بقيناش دابا تنهضروا مع الحكومه على 2500 درهم اللي قالت للمغاربه غتعطيهم، وعلى 500 ألف درهم اللي غتعطي لكل واحد عنده فوق 65 عام ما عندوش التغطية الاجتماعية. وعلى هذا جا تيقول بغى يغير التاريخ ديال المغرب، ديال الأمة المغربية، بمعنى آخر أنه يريد أن يسلخها من دينها كدولة إسلامية وتصبح دولة علمانية. وأنا نقول لكم بحال القضية هذا ماشي الكلام ديال الوهبي بزاف عليه باش يقول هذا الكلام، فهمتيني ولا؟ هذا ما قيل له وهو راه عنده مطامح شخصيه. انا كنتذكر واحد النهار قلبوا قال لهم انا جيت للبرلمان باش يهضر معايا شي واحد خلي يضربوه، كاين شي واحد عقل على هذه الكلمه ولا نسيتوها؟ انا سمعتها بودنيه ولا قريتها ما نعرف، مع هذا السن ما بقيتش متاكد شنو كان وقع. هذا عنده مطامح شخصية ومستعد يقول أي شيء. إيوا العدالة والتنمية مشيو نعسو ونطلق نجلسو في ديورنا مع عيالاتنا وليداتنا ونبدلو الظلام ياك ولا لا؟ هادشي 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 واش كتفكروا ياك؟ طبعا تيقولوا لكم العيالات أنتم كتبعوهم، أنا ما عندي مشكل بدل الظلام اللي بغيتيه، وهي ماشي هذا هو المهمة ديالكم الطلانط ولا عارف شنو دا شنو البقعه وقدر معها باش تبنى الى اخره. واحد السيد هذه اليامات هذه مع الاسف رحمه الله من الاسره ديالي وديال السجود بنى فيلا سكن فيها شهر ومات. علاش تتهضروا الاخوان؟ عن ماذا تتكلمون؟ عن الدنيا؟ شنو هي الدنيا؟ ومساكن ترضونها وما شوف شنو قال الله وما احب اليكم من الله ورسوله قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. علاش دخلتي من هذا الشيء النهار الاول؟ عندكم شي حاجه اهم من الله؟ انا غير قولوها لي، الا كانت عندكم شي حاجه اهم من الله اولى من الله قولوها لي، راه ما صالح لي ما صالح لكم، كاين غير الله. وهذه أرض يعبد فيها الله وما تزال تعتز بأنها إسلامية وأن ملكها أمير المؤمنين. واش كتعرفوا هذا؟ دابا حنا يا الإخوان بكل صراحة باش نكون معكم زعما صريح، حنا راه حنا مجموعة المغفلين، لأنه ملي كنا صغار. أنت دابا السي جواد إلا سمعتي شي كلمة غير صبر. لا طبعا لأنه هو ماشي مغفل، ولكن كيمشي غير خطوه خطوه يحتاط بزاف. ملي كنا صغار هاد القضيه ديال امير المؤمنين نايض عليها قرابيله في البلاد، حنا قلت لشبهه قلت له الشبهه دابا هاد القضيه هادي ديال الدوله الاسلاميه، لان انا ملي قلت انا المملكه المغربيه دوله اسلاميه جاوبوني الاخوان في الصحوه في جريده الصحوه قال لك المملكه المغربيه دوله اسلاميه فلا تبصرون وسخروا مني ومن كلامي واشتوا السفاهو. صحيح هادشي ولا مش صحيح؟ عقلتي ولا نسيتي؟ ولكن انا بقيت حاصل في هذه القضيه ديال اماره المؤمنين، كنقول هذيك غادي نديروا ندوزوها. هضر معايا هضرت مع السي قلت له السي قال لي نعم، قلت له هذه القضيه ديال اماره المؤمنين هذه راه حنا واحدين فيها رمان. قال لي علاش السي عبد الاله؟ قال لي علاش السي عبد الاله؟ قلت له وكيفاش اماره المؤمنين؟ يعني حنا في الاذهان ديالنا اماره المؤمنين هي عمر بن الخطاب، هي
الخلفاء الراشدين يا ما نعرفش. قال لي السلام عليك شكون قال لك هذا الشيء؟ قال لي هذه غير هدية من الله. المملكة المغربية دولة إسلامية وملكها أمير المؤمنين. هو يعني يقبل أن يتحمل هذا اللقب. ملي رجعنا كنقلبوا الإخوان وكنقراو وكنشوفوا كنلقاو باللي السوريين لكي يثبتوا في دستورهم أن دين رئيس الدولة مش الدولة هو الإسلام، داروا معركة غير باش ينشروا. وانتم كتشوفوا دابا هذاك الرئيس ديالهم تيقول لهم ما تبقاوش تدعيو معايا، واش شتيو ولا ما شتيوش هادشي؟ دخل لهم الدعاء، قال لهذوك مساكن دوك الشيوخ ديالهم تما والعلماء وداك الشيء، وهم اخيار السوريين. هاد الشعب هادشي اللي وقع له راه كيقطع القلب، اخيار كيبداو يدعيو معاه باش يتهدد فيه. قال لهم